اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم اسلام ماندو. في الفيديو دوت هديكم شوية نصايح في بابجي عشان تبقوا كويسين وتطلعوا من المراكز الاول. وتعالوا نشوف اول نصيحة، وهي اول ما تركب الطيارة تقول اكو عرف في الطيارة. لا بهزر، يلا بينا. اول ما تيجي تنزل من الطياره حاول تختار مكان هادي ما فيهوش ضرب كتير، تلوت منه وتظبط حالك وبتاعه كده. لكن لو نزلت مكان فيه ضرب كتير ممكن تموت بسرعه لو انت مبتدئ. لو انت بقى بتحب الاماكن اللي فيها ضرب كتير والادرينالين يترفع عندك وبتاعه كده، فانت ممكن تنزل في مكان جنب الاماكن اللي فيها ضرب كتير، تلود منها، بعد كده تروح للاماكن اللي فيها ناس وكده، وبحيث ان يبقى معاك اسلحة وشنطة ومعاك سديري وخوذة، تمام، بحيث انك تعرف تتعامل مع الناس اللي ايه اللي نزلت مثلا في بوشينكي. ممكن تنزل في حتة جنبها او كده، او حتة جنب حاويات، بعد كده تروح حاويات وهكذا. تاني حاجة، حاول لما تدخل فايت او معركة يبقى الذخيرة معاك كاملة. يعني لو الخزنة معاك 30 طلقة فانت تخليها 30، تعمرها تك اور او ده كمبيوتر اور، انت ريلود، بحيث انك تعمر سلاح. لو هما 30 طلقة فيبقوا 30 طلقة، لو هو 40 فيبقى 40 طلقة. حاول دايما الذخيرة اللي معاك تبقى كفاية، بس عشان مش يبقى قدامك وانت مثلا مخلي 6 طلقات تضرب الست طلقات هوبا خلاص هو يقتلك. لا، لازم تعمرها قبل ما تدخل اي معركة. تالت نصيحة، وبمناسبة الفايت، حاول قبل ما تدخل اي فايت او اي معركة تشرب كنز، تمام، انرجي درينك. ده مهم جدا قبل اي فايت، بحيث انك لو بتنط بسرعة تجري بسرعة، ولما يجي يضربك ما يتأثرش فيك جامد، ولو ضربك ودمك ناقص الانرجي درينك ده بيملاه، تمام. رابع حاجة، وتخلي بالك قوي من الزون، حاول دايما تبقى جوه الزون مش تبقى بره، تمام، بحيث ان مثلا ما تتزنقش، بحيث انك انت اللي تبقى جوه والناس هي اللي جاية عليك وانت تبدأ ايه تنشن عليهم وتضربهم. خامس نصيحة، وبمناسبة الزون، لو انت بقى اتزنقت وبقيت بره الزون حاول تضرب انيرجي درينك كتير، بحيث ان الزون ما تنقصش فيك جامد، ولو نقصت فيك جامد ودمك ناقص حاول قبل ما الدم يوصل للاخر تروح ضرب دم وتبدأ تجري تاني، او تبدأ تدور على العربية عشان تدخل جوه الزون. سادس نصيحة، النصيحة دي مهمة جدا، العين يا جماعة اللي هي بتبقى على الشاشة عندك، او الالت لو انت قاعد على الكمبيوتر، ودي مهمة جدا ومفيش ناس كتير بتستخدمها، وهي ان تشوف الناس اللي حواليك وانت مثلا بتجري في ناحية واحدة، او لو انت نايم على بطنك على الارض وعايز تبص على الناس اللي حواليك من غير ما تتحرك، تتك الت تبدا تحرك الماوس او تتك عين وتشوف الناس اللي حواليك. لو انت برضو بتجري من الزون وعايز تشوف حد وراك حد حواليك تتك الت وتبدا تشوف. مهمه جدا وليها استخدامات كتير جدا ولازم تستخدموها، عشان بدل ما تتحرك وتبان، لا انت ممكن بالعين دي تبص حواليك من غير ما تتحرك. سابع نصيحة، وهي ان دايما تخلي معاك قنابل في الشنطة، يا يعني اما تخلي قنبلتين عاديين وقنبلة غاز او حسب المكان في الشنطة، بس مهم جدا انك تشيلهم. ليه؟ القنابل العادية لو انت مثلا داخل على بيت وشاكك ان في حد فيه او متأكد ان في حد فيه فانت ترمي قنبلة في البيت بدل ما تطلع تموت على طول، لا انت ممكن ترمي قنبلة في البيت بعد كده اول ما تفرقع تطلع، بحيث ان الدموم يبقى ناقص تصفيهم او هم وقعوا تبدأ ايه تصفيهم. والقنبلة الغاز مهمة جدا لو انت مثلا الزون قفلت وعايز تهرب، او في قناصة بيقنص عليك، او صاحبك مات وقع وعايز تلحقه بتضرب قنبلة غاز وبتبدأ تلحقه، فقنبلة الغاز دي مهمة قوي، والقنابل العادية برضو نفس الاهمية. تامن نصيحة، ما تجريش على الصناديق بتاعت الناس اللي انت قتلتها، لو صاحبك وقع فانت تلحقه الاول، تلحق صاحبك اللي ميت الاول بعد كده تجري على الصناديق، تمام،
وتتأكد انك قتلتهم كلهم، ما يبقاش في حد. لو مثلا لو اللي بينشن عليكوا ده بعيد، فانت لو صاحبك وقع فلازم تصحيه الاول قبل ما تضربه. دي الحاجات دي مهمة جدا، لانك ممكن ينشن عليك انت كمان بسنايبر ويقتلك وتموتوا انتوا الاثنين، فانت ممكن تحييه وتبدأ تعمل معركة او فايت ضد اللي بيقنص عليكوا بسنايبر عشان ما تموتوش انتوا الاثنين. تاسع نصيحة، دايما تخلي عينك على الخريطة بحيث تشوف الرجل دي جاية منين او الضرب ده جاي منين، يا اما تقرب منه يا اما تروح عليه، ده حسب وضعك في الجيم. عاشر نصيحة والحاجة اللي انا بعملها، الخريطة اللي نازل عليها لو لونها ابيض يعني تلج اروح لابس ابيض، لو اخضر بحاول اجيب لبس مايل على الاخضر، لو مثلا نزل في صحراء فبلبس بحاول البس اصفر. فدي حاجة انا بعملها بحيث انها تساعدني في التخفي شوية، وان محدش يقتلني بسرعة او ما يلاحظنيش بسرعة لو انا ماسك سنايبر. النصيحة الحداشر، انك دايما تخلي تشوف السلاح اللي انت متعود عليه تخليه في رقم واحد اللي هو للمعارك القريبة، رشاش تمام، وتخلي السنايبر او السلاح رقم اتنين للمعارك البعيدة، حسب انت بتحب ايه تستخدمه في المعارك البعيدة تخليه في رقم اتنين. انا بعمل كده بحيث لو معركة قريبة فروح ضغط رقم واحد وابدأ ايه اتعارك بسرعة، اجهزهم دايما يبقوا متجهزين عندي مش لسه احضرهم وكده، تبقى محضرهم من قبلها، رقم واحد المعارك القريبة ورقم اتنين يبقى ايه زي قناصة او المعارك البعيدة. والسلاح الرقم واحد دايما بيبقى عليه سكوب اللي هو الريد دوت وسكوب اتنين وسكوب تلاتة، اما بقى المعارك البعيدة بيبقى من اول سكوب اربعة وانت طالع. النصيحة ال 12، دايما حاول تفضي الشنطة معاك، يعني ما تخليش دايما الشنطة مليانة، حاول ترمي الرصاص اللي ملوش لازمة، حاول ترمي الحاجات اللي ملهاش لازمة في الشنطة بحيث ان الشنطة دايما تبقى فاضية، بحيث انك لو مثلا لو قتلت حد تروح هو يلم الحاجات اللي انت محتاجها بسرعة، مش تقعد لسه هتفضي هيكون صاحبك لوتها او اتضربت من حد تاني او كده. دايما وانت بتاخد او بتلوت حاجة او بتلم مثلا من الصندوق اللي انت قتلته، حاول دايما تتحرك شمال ويمين، ما تفضلش ثابت بحيث لو في سنايبر بينشن على راسك او كده انت بتتحرك، بحيث انك ما تسهلش عليه انه يضربك. النصيحة ال 13، دايما الاقي ناس بتقول لي العدو اللي قدامي معاه نفس الحاجة اللي معايا ونفس السلاح وقتلني اسرع وقتلني بسرعة قوي وقتلني باحترافية، لانه بينشن على راسك، لانه لما يجي ينشن بينشن على راسك وبيبقى شارب مشروب طاقة فهو بيقتلك اسرع لانك بتقعد تنشن على جسمه ورجله، لا حاول دايما تنشن على راسه لانه هو بينشن على راسك فبيقتلك بسرعة. النصيحة ال 14، وهي لو انت في معركة بعيدة او قريبة حاول تميل اللي هي تميل شمال ويمين بحيث انك ما تسهلش اللي على اللي قدامك ان هو يقتلك بسرعة. دايما في ناس بلاقيها كمان بتميل وفي ناس بتنام على الارض لارضه بتضرب، يعني بحيث ان هو يدوشك يعني ينام على الارض يتحرك بتاع كده، ما بيسهلش ان حد يقتله بسهولة، بس فانت لما تعمل كده مش هتموت بسرعة. النصيحة ال 15، حاول لما تدخل معركة او فايت ما تتوترش نهائي، لو هو جاي يقتلك او انت رايح تقتله ما تتوترش وما تتسرعش، حاول تنشن على الراس وتركز كويس. النصيحة 16، وهي بمناسبة الدروب، لو انت بتحب تروح تاخد الدروبات وكده فانت ممكن تقف بعيد عن الدروب وتشوف الناس اللي جاية عليه وتضربها، تقف بتاع دقيقة او دقيقتين او لحد ما الدخان ايه يخلص، بعد كده تروح تاخد الدروب. يا اما لو انت رحت وصلت بدري قوي فانت ممكن تاخد الدروب بسرعة وتروح تستخبى ايه بعيد، تشوف الناس اللي جاية، هيلاقيك انت اخدت الحاجة خلاص وتبدأ ايه انت تضرب عليه. النصيحة 17، لو انت معاك فلير جان وضربته فحاول ما تبقاش واقف في النص مستني الدروب يقع، لا استخبى لان في ناس بتيجي على الفلير جان ده،
فبيجوا عليه وممكن يقتلوك لو لقوك. فانت ممكن تستخبى وينزل الدروب وهم يجوا يلوتوك انت تقتلهم. تمام. انت لما تيجي تجري على دروب اصفر حاول ابقى دايما عارف ان في ناس ضرباه. لازم تبقى عارف كده. لازم تبقى عارف ان في ناس حواليك. ال 17 نصيحة دولت لو انت اتبعتهم وركزت كويس وبتنفذهم بطريقة صح فانت هتطلع دايما من المراكز الاولى. لو انت بتعمل حاجة في بابجي او عندك تركاية او كده فياريت تقول لنا عليها في كومنت تحت. ولو استفدت من الفيديو ياريت تشترك في القناة. وشكرا جدا على مشاهدة الفيديو. واحب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.